نظمت شبيبة القديس بطرس احتفالية بمناسبة رأس السنة الميلادية حسب التقويم الشرقي بحضور الأرشمندريت خريستوفورس عطلة وعدد من الآباء الكهنة. المزيد في التقرير التالي. كل المفاهيم اتجسدت بشخصه. تحت رعاية الدكتور إحسان حمارني رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، نظمت شبيبة القديس بطرس التابعة للجمعية على مسرح فؤاد يغنم بمنطقة الشمساني بعمان احتفالهم السنوي بمناسبة رأس السنة بحسب التقويم الشرقي وعيد القديس باسيليوس الكبير وختانة الرب يسوع بالجسد. أيها الجالس في الأعالي على منبر النار مع أبيك الأزلي وروحك الإلهي. حضر الحفل قدس الأرشمندريت خريستوفورس عطلة الرئيس الروحي لدير السيد العذراء ينبوع الحياة دبين وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وجموع من الحاضرين. ابتدأ الحفل بالسلام الملكي والصلاة، تلاها كلمة راعي الحفل الدكتور الحمارنة رحب بالحضور وأعرب خلالها عن أهمية دور الشبيبة في خدمة الكنيسة والمجتمع. وستعمل جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية من خلال كوادرها المستقبلية لدعم مدارس الأحد ودعم الشبيبة وشبيبة القديس بطرس وشبيبات الأخرى من أجل إعادة الروح لهذه الكنيسة لأن تقوم بالدور الريادي اللي هي مفروض تقوم فيه حتى إحنا كلياتنا نكون موجودين بنفس الصف. ثم قام السيد إحسان حمارنة والآباء الأجلاء بقطع كعكة البيتا وتوزيعها على الحضور مع منشورات إرشادية تعطي معلومات عن شبيبة القديس بطرس وقصة البيتا وسيرة لأحد القديسين ليكون شفيعاً لنا في عام 2018. ووزعت ورقة للحضور مكتوب عليها آية من الكتاب المقدس فيبحث عنها ويحفظها وينظر كيف سيكلمه الله من خلالها طيلة هذا العام فتكون مرشداً له. ثم تابع الجميع عرض فيلم شوزفريني العصر 3 الذي تميز به المخرج سلطان بيترو في نقل وتجسيد أدق التفاصيل في حياة الشخص المؤمن عندما يسير في الظلمة وفي النهاية يصل لنور السيد المسيح من خلال تفاصيل درامية مؤثرة. العمل كان من أداء وتنفيذ شبيبة القديس بطرس وأشرف عليه مسؤول الشبيبة سليم فشحو. خلينا نحكي مثلا العلم اللي هو دراستك، الطبيعة والأشياء اللي بتحوم حواليك، موهبتك، خلينا نحكي مثلا كفن كموسيقى إلى آخر ما هي التفاصيل، حتى مثلا حالات الاستسلام أو تستسلم، حالة الأمل تدور على إشي، الإيمان، هدول كلهم أشياء هم اللي كثير بيأثروا على شخصيتك ومين أنت. فالنقطة الأهم بدنا نوصل لها، إحنا كنا من هذا الشغل أنه كيف يقدر تطلع هاي التفاصيل كلها اللي جواتك وتبرز دائماً الأشياء الأحسن. وفيلم الشرنقة كان بيحكي بشكل كتير كبير عن الشيزوفرين الموجودة في داخل كل بني آدم فينا. إن شاء الله يا ربي كل سنة وأنتم سلمين وينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وشكراً أكيد لنور سات اللي دائماً معانا وبتحملنا للعالم كله. وفي ختام الحفل قدم قدس الأرشمندريت خريستوفورس محاضرة روحية للحضور عن رأس السنة الميلادية وعن المعنى الحقيقي لعيش حياة المحبة في هذا العام، كما تأمل قدسه بالفكرة والهدف الرئيسي لما قدموه أعضاء الشبيبة في فيلم شوزفرينيا العصر. كمان منحتفل بعيد القديس باسيليوس الكبير من أحد آباء الكنيسة العظام في الكنيسة اللي هو قدوة لأبناء الكنيسة في هذا الزمن الصعب اللي منمر فيه، وهو بنفس الوقت رسالة روحية ورسالة أمل لأبناء الكنيسة. وبنطلب من ربنا إنه هاي السنة تكون سنة خير على الجميع اللي من خلالها ننمو بكل الفضائل، وربنا يجعل السلام والبركة على بلادنا جميعا ويحمي كل أوطاننا ويحمي العائلة في داخل المجتمع. وكمان بحب أنتهز كمان هاي المناسبة حتى أعايد كل فريق العمل في نورسات في هاي القناة اللي نحن منعتز ومنفتخر فيها على الدور الرائد اللي بتقوم فيه في توصيل نور المسيح لعقول وقلوب الناس ولبيوتهم. ربنا يبارككم.